السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شواد الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم شباكية بالزنجلان. المكونات اللي غنحتاج لهم: عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، نص زلافة ديال الزنجلان محمر مطحون تنطحنوه مزيان، غنحتاج معلقة صغيرة ديال النافع، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، عندي نصف علبة يعني نصف صاشية ديال الخميرة الكيماوية، عندي 100 غرام ديال الزبدة دايبة، ربع كاس ديال الخل، نصف كاس ديال الماء الزهر، وعندي هنا شوية ديال الزعفران ذوبتو في ماء الزهر في المزهر. دابا غنبداو على بركة الله غنضربو الزنجلان. نضيف النافع، القرفة، زيت الزيتون، الخميرة الكيماوية، نضيف الزبدة. الزعفران نبداو ندمجو في هاد العناصر مع بعضها، نخليو الزهر تال الأخير باش نبداو نضيفو الزهر. من بعد ما دخلنا العناصر كامله مع بعضها دمجناهم مزيان، دابا غنبداو نضيفو الماء الزهر حتى تجمع لينا العجين اللي عندنا. العجين ديالنا تجمعات، خاصها تكون العجينة شادة في راسها باش ملي نبغيو نسرحوها منحتاجوش نستعملو الدقيق. غنقسمها على ثلاثة الكويرات، غنوضعها في شي بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح هاد 10 دقايق. هاي العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت دابا غنمرو باش نسرحوها. هاد العجين هادي نقسمها على 3 شرائط، ندوزها في الآلة ديال التسريح. يمكن لكم بغيتو تستعملو غير يديكم غير المدلك بوحدو، يمكن لكم تستعملو المدلك بوحدو، أنا غندوزها في الماكينة ديال التسريح. العجينة ديالنا سرحناها ورققناها، تندوزوها في الأول في الرقم 4، من بعد تندوزوها في الرقم 7 باش تجينا رقيقة العجين ديالنا. نديرو 5 الأشرطة. تناخدو العجين ديالنا تنفتحو على هاد الشكل هدا، بحال هاد الشكل هدا، تناخدو اللولة تلصقو معاها التالتة،
بحال هذا الشكل، تنفوتو وحده والاخرى حتى هي تلصقوها بحال هذا الشكل. هاد الجوج اللي بقاو لينا هنا حتى هما تلصقوهم، تندخلو بحال هذا الشكل. نعاودو وحده اخرى، تناخدو الاولى تنفوتو تلصقوها مع الثالثه بحال هذا الشكل، تناخدو الاخيره حتى هي تلصقوها. تناخدو هاد الجوج اللي بقاو لينا هنا بحال هكا، تنوسعوها بحال هاد الشكل هدا، تندخلو بحال هكا كما كتلاحظو معايا، تنقرصو الجنيبات لو كان عندنا شي زائد تنزولوه. بحال هاد الشكل هدا بحال هادشي، كنقدرو نفس العملية حتى نكملو الكمية ديال العجين اللي عندنا. من بعد ما انتهيت من تشكيل كاع العجين اللي كانت عندي، عندي هنايا الزيت وضعتو فوق ما كيسخن، وعندي هنايا العسل. بالنسبة للعسل اللي بغا يشوف طريقة التحضير ديالو هازو القناة تلقاها الفيديو. دابا غنضاو نضع الشباكية الزيت، هاي الشباكية ديالنا طفيناها في العسل، غنسقطرها من العسل وغنزينها من الفوق بشوية الجيجلان. هاي الشباكية ديالنا في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. بالصحة والراحة، لا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.